بيسجلش. بيلم مرة تانية نادي الاتحاد، عمر كمال بتنزل الكورة على التصوير الثلاثي، بيلم له تاني زميله اللاعب عمر هاني، بيجدد الهجمة لعمر إيهاب. عمر إيهاب على التصوير، يا سلام يا عمر. بتنزل الكورة لأحمد محمود جيمي، جيمي الكورة مقطوعة منه، بيروح أسامة إسماعيل، أسامة إسماعيل هو والباسكت وبيسجل نقطتين. وبيجدد الهجمة مرة تانية للنادي الأهلي لعمر إيهاب على الميديم شوت. بقول لحضراتكم لعيب مميز اللي هيخترق، بيحاول يخترق ويعدي، يا سلام يا هلا. سكرين وعلى السريع لكن غير رايه، وعطى مالك، مالك اللي بيعدي وتمريره ولا اروع، يا سلام يا مالك. مالك لحسام على الميديم شوت وعلى التسجيل. يوسف وليد بيدي لحمه، يا سلام على السرعه والتمريره. لا بيسلم لصانع الالعاب عياد، عياد تحت الحلقه لواحد من نجوم وتولي القامه. تصويبه رباعيه ما بتجيش، والريباوند عند نادي الاتحاد ونقطتين. على الثري بوينت وعلى التسجيل، قلت لحضراتكم لعيب مميز عمر ايهاب لاعب النادي الاهلي. بتوصل لمالك طه، مالك طه، مالك طه بيدي رقم 9 سليم طهلوي على الثري بوينت، يا سلام يا سليم. عمر ايهاب على الميديم شوت وعلى التسجيل، يا لعيب رائع، لعيب رائع حقيقه، سجل نقطتين لصالح النادي الاهلي. بقول لحضراتكم النادي الاهلي عاري اللعيبه المميزه في صفوف نادي الاتحاد. يا سلام يا سلام على الاندر يا يوسف يا شاوي. نرجع لكابتن سعيد. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، يا سلام يا سلام يا عرابي. بيحاول يلاقي ثغره، بيدي لسليم لؤي على السري والتسجيل، يا لؤي. حمزه جابر على الفاست بليك لاحمد عرابي اللي بيخترق وبيسجل. حمزه بيحاول يخترق وبيرتكز، ولو سجل هايل يا حمزه، هايل يا حمزه، باسكت ولا اروع. اخر 4 دقائق 30 ثانيه، مدرجات مولعه في صاله نادي سموحه، يا سلام عليك. عرابي وجاله سكرين من اللاعب يوسف شاوي، يا سلام يا سلام يا عرابي. اير بول، يلم الكره مين؟ لمها زميله اللاعب سليم لؤي وعلى السري بوينت، يا سلام على السري بوينت.